الإشاعات والجرائم المرتبطة بالإنترنت، الجرائم الإلكترونية، الجرائم التكنولوجية، كل هذه المنظومة. أتذكر في أسوان الرئيس قال كلمة وتصريح كان من أخطر ما يمكن، وقفت عنده لما قال إنه تقدمت التكنولوجيا بهذا الشكل والتواصل الاجتماعي ولم نكن للأسف جاهزين لها كدول، مش في مصر بس، ما كناش جاهزين لا تشريعيا ولا مجتمعيا ولا كيف ولا فنيا. لذلك احنا بنجابه ناس سبقنا بكثير. اعتقد انه البدايه لابد وان تكون تشريعيه. لذلك معي في هذه الفقره صديقي العزيز النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب المصري. اهلا بيك. اهلا بيك، مشرف بيه زي حضرتك. خليني اروح على طول عشان يعني الناس يعني الـ تسمع حضرتك وتتابع مع حضرتك. احنا بنحاول نعمل عمليه ضبط تشريعي لهذه الفوضى، بنعمل عملية إزالة تشوهات موجودة تشريعية كثيرة ولمتوها في قانونين أعتقد، والنهاردة فيه جديد في قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية. صحيح. أنا هسيبك تتكلم عشان الموضوع وإجراءاتكم اللي خدتوها والعلاج ونصائح للناس بأرقام، لأن الناس فعلا مش عارفة حاجة في الموضوع وإحنا مش عارفين حاجة. صحيح. طب أنا بشكرك جدا على تناول حضرتك لهذه الفقرة وهذا الموضوع المهم جدا جدا. خلينا أقول بس في بداية الأمر أن الجريمة الإلكترونية في المجتمع المصري مش بتنافس الجريمة الجنائية، لا بل زادت عن الجريمة الجنائية، وده واضح نشأت به من خلال البلاغات والمذكرات التي تقدم بصفة يومية في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية. في أيام تلاقي فيها مثلا في الصيف، فترة الصيف، ناس قاعدة فاضية وعلى السوشيال ميديا، تلاقي حضرتك مثلا في اليوم الواحد قد نصل إلى 100 بلاغ. خد بالك دي نقطة في منتهى الخطورة، في اليوم، في اليوم الواحد. يعني أنت أقسام الشرطة بتاعت مصر كلها والمراكز بتاعت الشرطة، الحاجات الجنائية، السرقة بالإقرار لغيره غيره، ما بتلاقيش يعني بيحصل هذا الكم. لما إدارة واحدة وهي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تتلقى كل هذه البلاغات، إذن نعترف بما لا يدع مجالا للشك نحن عندنا جريمة إلكترونية زادت بشكل كبير، متنامية ومتزايدة للأسف. احنا عندنا، انت عارف طبعا، في تطور تكنولوجي والقضية السياسية دائما، وأيضا حضرتك بنحضر مع بعض اللقاءات الرئاسية ونشوف لا يخلو اي لقاء رئاسي الا عندما يتحدث السيد الرئيس بالتطور التكنولوجي في الفترة الجاية والمرحلة الجاية. احنا داخلين على تحول رقمي خلاص. صحيح. حكومة صحيح. إلكترونية. فالتطور التكنولوجي ده لابد ان انا يبقى عندي تشريع، لان للأسف وانا كرئيس اتصالات البرلمان باكد ده، السلبيات اكثر من الايجابيات. يعني ممكن تقول، وانا هتكلم بقى بالارقام والنسب مع حضرتك النهارده، ممكن تقول كده ايجابيات السوشيال ميديا اللي بيستخدمها المواطن مثلا 40% و60% سلبيات. يعني 60% سلبيات، وانا بقى انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ايه السلبيات؟ بس احنا ننقل الواقع نشوف نعالجه ازاي. لازم نقول الواقع. طيب ايه السلبيات اللي بلاقيها؟ نشر شائعات واكاذيب وافتراءات على السوشيال ميديا، وما اكثر هذه الشائعات. ما فيش خبر من اللي بيتم نشره ويتم تداوله خلال الفترات اللي فاتت وخلال هذه الفترة إلا وتلاقيه شائعة لا تمت هذه الشائعة الواقعة بصلة أصلا، مالهاش علاقة. الكارثة الكبيرة بقى، إحنا بنضر نفسنا وبنضر أمننا القومي دون أن ندري. بمعنى الصبح يا أستاذ نشأت تلاقي المواطن العادي يقوم طبعا بيفتح الفيس، بيفتح صفحته، بيلاقي صديق له مشير شائعة، بيروح هو كمان مشيرها، عجبته تبناها شير، ده يشير ده يشير ده يشير ده يشير، دون أن نتأكد اللي منشور ده حقيقي ولا مش حقيقي. طيب مين اللي مروج دي؟ بتلاقي حاجة مروجة ممولة سواء من الدول المدعمة للإرهاب أو صحيح. من صفحات داخلية، ودي بيتم رصدها. أنت بتشير إيه؟ أنت مثلا على صفحتك 5000 صديق وأنا على صفحتي 5000 صديق، بنقعد نشير، والتشير للأسف الشديد بنشير السلبيات دي خطأ. لازم المواطن، وحضرتك عجبتني في نقطة قلت التوعية، التوعية مهمة جدا. تأكد قبل ما تشير حاجة إذا كان اللي أنت بتشيره ده صحيح من عدمه. يعني مثلا على مدار الفترة اللي فاتت هما بيستهدفوا في الشائعات محدود الدخل. بيلعب على الوتر. طبعا بيلعب على الوتر ده كويس قوي. قال لك إذا مجلس النواب خد قرار بإلغاء بطاقات التموين لكل الموظفين والإداريين والعاملين اللي رواتبهم بتزيد عن 1000 جنيه. احنا مفيش الكلام ده خالص، ما حصلش، لم يحدث اصلا ولم يناقش ولم يعرض. تلاقي ايه تشير، والناس بقى ده يقول لك شفتوا الحكومه عاوزه مننا ايه والبلد عاوزه مننا ايه، هم يعملوا ايه، بيعمل ايه بقى بعد الصفحات اللي احنا بنسميها العصابات الالكترونيه، عصابات الكترونيه. بيعمل ايه؟ بيشير على
ممول، بيعمل ممول وينزل مثلا على محافظات ايه، البحيره، كفر الشيخ، اسوان، بيستهدف محافظات بعينها، بيستهدف، بيدفع فيها نسبه الفقر عاليه، فبيبدا الاف الدولارات، بيروح مشاير على الصعيد ويروح مشاير على محافظات الدلتا المختلفه ويبعد شويه عن القاهره الكبرى، بيلعب على فئه محدود الدخل وغيره وغيره من الشائعات المختلفه. طيب احنا كبرلمان واحنا تعرف ان لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من اهم اللجان التي تعمل خلال هذه الفتره، احنا يمكن متداخلين في جميع اللجان المختلفه، لان زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا في العمل الان في موضوع التحول الرقمي. ناقشنا قانون هو الاهم، قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه اللي هو قانون تقنيه المعلومات. هذا القانون بيضم 45 ماده. القانون ده بيحمي بيانات المواطنين، بيحد من الجريمه الالكترونيه، الجريمه الالكترونيه المختلفه بقى اللي هي بص حضرتك اللي هي بي 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 بتسبب ضرر للمجتمع المصري والاسره المصريه. الاسره المصريه اللي بتعاني دلوقتي من تركيب صور لبناتها وده منتشر. صحيح. السب والقصف، واحنا كان عندنا وقائع وجرائم في اخرهم كانت في إنق مصرع واصابه 17 بسبب عيلتين، سب وقصف بسبب على السوشيال ميديا شتموا بعض على، انا بقول لك داخل المجتمع اهو جريمه داخل المجتمع. تعالى حضرتك بقى، ودي الكارثه اللي كنت بكلم حضرتك عليها في الفاصل، في الموضوع الدومين ده، دي جريمه في حق المجتمع. تلاقي دلوقتي حضرتك، ودي بقت ظاهره، وانا اسف ان انا بقول ظاهره مش حالات فرديه، تلاقي في كل قريه في كل منطقه في كل مدينه تلاقي واحد كده غير متخصص يروح شاري دومين بخمسة دولار، حاجز دومين بخمسة دولار. بخمسة دولار. ايه الدومين ابو خمسة دولار ده؟ بقى موقع يسميه اي حاجة بقى، اي اسم زي ما يسميه، ويعملوا موقع الكتروني، ويبقى هذا الموقع اللي بينقل فيه، ما هو خلاص ما هو الخمسة دولار ده حاجز بالخمسة دولار، ما يعملش حاجة مثلا غير في المنطقة بتاعتك. انا منطقتي مثلا توخ اليوبي، يبقى خلاص في منطقه توخ يشتغل على كده، ما يقدرش يوصل اكتر من كده، حتى يصبح ان هذا الموقع هو الرسمي لاهل المنطقه. للاسف الشديد بيستخدم اجهزه كمبيوتر، بيستخدم بس فيديوهات وينشر بقى من نفس المنطقه اللي هو فيها. طب انت تعرف، هقول لك بالارقام، احنا عندنا على مستوى الجمهوريه 3 مواقع من دول. كم موقع من دول؟ 3000. 3000 موقع؟ 3000 موقع. 3000 موقع؟ 3 غير يعني للاسف شديد له ما بنسميه غير مراقبين. غير مراقبين وغير مرخصين ومن تحت بير السلم. 3000 موقع؟ 3000 موقع. بيشتغلوا على المناطق بتاعتنا. ودي اللجنه رصدته، لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رصدت ده. العلاج ايه بقى؟ ودي نقطه في خلاص بقى. المواجهه ايه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا، انا بس عشان الناس لازم تعرف. طب بنتكلم على شكل المشكله الاول. طبعا. لازم يكون عندنا قانون. اولا مع الجرائم الالكترونيه اللي انا حكيت لحضرتك جزء منها، لابد ان انا يبقى عندي تشريع، لاول مره يبقى عندي تشريع في مصر للجريمه. طب معلش يا احمد بيه، عندي 3000 دومين غير مرخصين بيستهدفوا البلد بشكل او باخر. صحيح. ودول محتاجين تنظيم، محتاجين دول من الداخل القانون. بس غير الخارج. ده في الداخل. الخارج طبعا بالالاف بتستهدفنا، لكن دول بيشتغلوا محلي، بيشتغلوا في الشارع، بيشتغلوا في الارض. صحيح. دول محليات في المحليات. دول يبتزوا مسؤول، يبتزوا مواطن، ينتحل صفه، يكتب اللي هو عايزه، هو حاسس وعنده شعور ان ما حدش بيحاسبه، اللي عاوز يكتبه يكتبه، النهارده يطلع مثلا يصحى الصبح يحلم بحلم يطلع يكتبه، مفيش يبتزك، يبتزني، يبتز حد، يحط شويه صور، اي كلام مفهوم. صحيح. يعني ممكن واحد يجيب يعمل موقع عشان يبتز واحد او واحده او غيره. طب عندنا الحاجات الفيك بقى قد ايه؟ عندي في الفيسبوك، وعندي في يوتيوب، وعندي تويتر، وعندي وعندي وعندي، كل دي في حاجات ذباب الكتروني، وفي لجان الكترونيه، وفي عصابات زي ما قلت، دي برضو رصدتوها؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، دي بتستخدم، ويمكن انفردنا في هذا البرنامج، وكان سبق الحقيقه لبرنامج حضرتك، شرفنا بفعل، ان احنا قلنا عدد الحسابات اللي هي للاسف شديد مستعاره مش حقيقيه. خليني اقول لحضرتك، الحسابات المستعاره دي نقطه في منتهى الخطوره. حضرتك استاذ نشأت، انت عندك صفحتك باسمك او موقع باسمك، اذا دخلت باسم تاني غيرت الاسم وعملته اي اسم مثلا، يبقى انت مهيئ لارتكاب جريمه. انا لو دخلت لو ما كتبتش اسمي بالكامل وصورتي، يبقى انا عايز اعمل حاجه، اكونت مستعار، يبقى انا مهيئ لارتكاب جريمه، او مخطط او ناوي او مخطط. دي كارثه على فكره، دي مصيبه وطامه كبرى. الحساب ده لما يبقى عند الناس مش مصدقه، لما قلت لحضرتك 10 مليون حساب وهمي، دي مصيبه على فكره بقى. في منهم حوالي مليون وشويه، دول بيمثلوا تشكيلات عصابيه الكترونيه، ويمكن الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات ضبطت
اخطر التشكيلات العصابيه خلال الفتره اللي فاتت لو حضرتك تابعت. انا طبعا في مدينه نصر اربع اولاد، اربع شباب عاملين اجهزه كمبيوتر في شقه مؤجره في مدينه نصر مستاجرينها وقاعدين يقتحموا حسابات. الولاد دول في اعترافاتهم التفصيليه امام النيابه العامه جمعوا مبالغ مهوله، يقتحموا حسابات، ياخدوا صور، يركبوا صور فتيات ويبداوا يبتزوهم. دي مصيبه، دي جريمه الكترونيه. عشان بعض الناس، وانا عارف ان شاء الله لما هيبدا، خد بالك احنا بصدد خلاص، احنا شهر ونص شهرين بالكتير هينفذ قانون تقنيه المعلومات والمعروف اعلاميا بقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. اللي هو هيعمل ايه بقى؟ اللي هو ده بقى هقول لك عليه. سب صفحات سب وقصف فيها حبس، وهقول لك العقوبه، تركيب صور غرامه وحبس. اسمح لي اقول لحضرتك. اتفضل. طبعا طبعا. يعني مثلا عندنا بمناسبه ان احنا بنتكلم على الاكونتات المسعره او التشكيلات العصابيه الالكترونيه، الماده 15 بتقول ايه؟ يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه كل من دخل موقع او حساب خاص دخل مثلا اقتحم صفحه نشاه بيه او عمل في، خد بال حضرتك انت ليك كذا صفحه بالمناسبه، يعني في ناس عاملين لك صفحات بيس، مش عارف تبعت ولا لا. ما اعرفش، لا صفحه واحده. لا ليك صفحات ثانيه حد عاملها لك على فكره. انا بحثت امبارح كده، ما انا عارف ان انا جاي معاك النهارده فبحثت. كم واحد؟ لقيت لك اربع صفحات. والله انا ما اعرفش. لا في صفحه عليها 1000 وشويه، 1500، وفي صفحه عليها 4000 وشويه مكتوب الاعلامي نشأة دي. والبرنامج، خد بال حضرتك ده وعلى فكره معمول مع كل الشخصيات العامه وبتاع. ده بقى اللي للاسف الشديد يعني عامل صفحه باسمك، وده اسمه هاكرز، بنسميه هاكرز. دخل وخد حسابك وخد صور من عليه وكلام من هذا القبيل. ده عقوبته زي ما قلت لحضرتك اهو، خد بالك دي سلطه تقديريه للقاضي. يعني ممكن يوصل لده من الى ممكن يوصل لثلاث سنين. او كل من مثلا حد عمل صفحه باسمك، هو طبعا عاملها باكونت مستعار مش باسمه، هل هو بيعتقد بقى انه مش هنعرف تجيبه؟ لا هجيبه ازاي بقى؟ عاوز اطمنك بقى في نقطه بقى. الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، يمكن انا بزورهم بصفه مستمره، عندهم احدث، ما احنا استعدينا بقى، احنا يبقى عندنا قانون، عندنا احدث الاجهزه باحدث، يعني احنا عندنا خبرات وفكر ورؤيه من ضباط مهندسين وزاره الداخليه في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، يقدر يكشف لك الاكونت خلال ساعات. كان يمكن من شهور انه طالع منين يحدد رقم التليفون، الرقم التليفون اللي هو داخل، وبيحدد المنطقه بتاعتك انت داخل منين، وبيحدد اسمك الحقيقي. اسمك الحقيقي؟ اسمك الحقيقي، يعني انا احمد بدوي داخل باسم مثلا محمد محمود ومش حاطط صورتي، حاطط اي حاجه تانية. ارتكبت جريمه الكترونيه، دخلت صفحه حضرتك وخدت كل المعلومات اللي عليها والبيانات اللي عليها وبدات ابتزك. انت حضرتك قدمت فيها مذكره في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بعد عمل المذكره فورا بتخش بيقول لك سيبنا 24 ساعه وسيب رقم تليفونك، خلال 24 ساعه بيتم التواصل مع حضرتك وبيقول لك ان الاكونت ده باسمه فلان الفلاني، وهو بيبعت للنيابه العامه على فكره، بيبعت للنيابه العامه التقنين الوضع اللي ماشي نحرك اللي بيتم زي حضرتك، بيبعت للنيابه، النيابه العامه بتبعت استعلام من شركه الموبايل وبتقول ان ده تليفون مثلا باسم اللي هو مستخدم هذا الحساب. عاوز اقول لك احنا قلنا، انا هقول اهم المواد اللي صدرت اللائحه التنفيذيه الخاصه بها. ماده 16 مثلا، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور ولا تقل عن 50,000 جنيه، وبرده سلطه تقديريه للقاضي، احنا بنقول الاقل، كل من اعترض بدون وجه حق اي معلومات او بينات، خد بينات حضرتك اللي دخل على صفحتك ده وخد بياناتك وبدا يبتزك ويطلب منك مبالغ ماليه وياخد، خد بال حضرتك ان التشكيلات العصابيه دي حققت مبالغ مهوله خلال الفتره اللي فاتت بالنصب على المواطنين. انت تعرف حضرتك معظم البلاغات اللي كانت بتقدم سرقه صور وسرقه بيانات، ويبدا يقول لك ارجع لك بياناتك، اديني 20,000 جنيه، اديني 10,000 جنيه، حسب اهميه البيانات اللي خدها او حصل عليها من الشخص. بياخدوا صور من على التليفونات، احيانا في بنات او فتيات، واحنا بننصح على فكره من خلال منبر حضرتك المحترم اي فتاه، ارجوكوا بلاش تحطوا صور شخصيه قوي دون بقى توضيح، لان سهل جدا الهاكرز والتشكيلات العصابيه الالكترونيه دي تاخد كل الماده والمحتوى اللي داخل تليفونك، يا ما ابتزوا بنات وفتيات وما زالوا. يعني بيعمل هاكرز على التليفون نفسه طبعا، كله كل البيانات
دي هم فاضيين لكده، ما دي التشكيلات العصبيه الالكترونيه، وده الحقيقه العقاب هيكون رادع فيها. طيب عاوز اقول لك بقى جريمه الاعتداء على موقع، وده جزء بيخص منها. انت بتلاقي حضرتك مثلا البرنامج بتاعك المحترم، بتلاقي حد مثلا ممكن يحط كلام على لسانك انت ما قلتوش ويشيره. صفحه عندي وقعت مرتين، اختفت مرتين. طب يحصل حد مثلا بياخد موقع اليوم السابع، موقع الوطن، موقع الجمهوريه الالكتروني، ويروح حاطط كلام، انت تلاقي موقع الجمهوريه بيقول كلام، بيقول كلام خارج السياق خالص. وده منتشر وبيستخدموه على فكره الكتابه الالكترونيه بتاعت الاخوان، عاجل الجمهوريه الوطن كذا كذا، ويشير الشياع. اللي يبص المواطن العادي يقول لك يا نهار اسود، ده المنشور في جريده رسميه او منشور في موقع رسمي. ده بياخد سكرين شوت منها ويلغيها بعد كده. ده ايه بقى؟ يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه، وغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد، قد تصل ل 100,000 جنيه كل من اتلف او هكر او شوه او اخفى ونشر كلام مخالف للحقيقه على الموقع ده. اعتقد العقوبه واضحه. طيب عاوز اقول لك بقى ماده 24، وعلى فكره اول يعني اول وسيله اعلاميه، اول برنامج النهارده نقول بعد الانتهاء من اللائحه التنفيذيه هذه المواد. الجرائم المتعلقه باصطناع المواقع والحسابات الخاصه، لان دي النقطه نشات بيه اللي عامله للامانه الشديده نشر في بث الشائعات والاكاذيب وتصدير حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع. تلاقي مثلا حاجه حصلت في مدينه او قريه، تلاقي الموقع ده اللي هو الدومين اللي احنا بنقول عليه بخمسة دولار. وانا عاوز اقول حاجه بقى، احنا بنحمي وسائل الاعلام المحترمه وبنحمي بهذا القانون وبهذه الماده بالذات اللي انا هقولها، ال 124 دي. انت عندك المواقع اللي هي الرسميه بتاعتنا معروفه، مفهوم كلها، مفهوم، سواء خاصه سواء مرخصه ومراقبه ودفع فلوس في المجلس الاعلامي عشان تقنن وتحت رقابه الدوله وكلام من هذا القبيل. انما فندم اللي بيجيب ما هو 5 دولار بتعمل موقع، دي مصيبه. 3000 دول بيسببوا كارثه في المجتمع، لان خد بال حضرتك في القريه وفي المدينه بيتابع ده، ما هو شغال على دي، انت فهمتني؟ ده بقى ايه؟ يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور وقد تصل الى 3 سنوات، وغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه وقد تصل الى 100,000 جنيه كل من اصطنع موقع او حسابا خاصا، موقع الكتروني. أيوة. موقع الكتروني او حساب خاص يشمل ده كله، او زور الى شخص طبيعي ممكن يحط كلام على لسانك، اللي هو الكلام يعمل اكونت باسمه يحط كلام عليه. الله ينور عليك. ده وخد بال حضرتك بقى، بعض الناس يقول لي معقوله المواد دي هتتنفذ؟ خلاص الدوله جاهزه لتنفيذ هذا القانون، لان حضرتك احنا نعمل ان شاء الله جلسه استماع الاسبوع اللي جاي، اكثر من جلسه استماع، وهنشرح. لان خد بال حضرتك وانا بقول اهو من هذا المنبر، ان صفحات الاخوان والصفحات الاخرى هيطلعوا لك اهلا دول عاملين قانون وخلاص والحريات وتضييق، لا 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 لا، هذا القانون بقى بيضم 45 ماده هم حمايه بيانات المواطنين، حمايه لينا احنا، حمايه للمواطن، حمايه تليفوني والاكونت بتاعي وغزة، كله. احنا بنحمي المواطنين وبنحمي بناتكم وبنحمي فتياتكم من والهاكرز والتشكيلات العصبيه الالكترونيه وبس الشائعات والاكاذيب. اللي يعترض على هذا القانون يبقى ناوي يعمل حاجه، طبعا او بيعمل حاجه بلا شك، بلا شك. واللي هيعترض على هذا القانون لا يريد استقرار الدولة، وعاوز بقى، أنا آسف يعني، عاوز يضر بالأمن القومي المصري، لأن احنا وعاوز يضر المواطنين. لأنه خد بال حضرتك بعيدا كمان عن صفحات سياسية اللي هي بتحارب على العنف والإرهاب وغيره، الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع زادت بشكل كبير جدا. حضرتك النهارده مثلا على سبيل المثال، انا بحب اتابع بصفه يوميه سواء مع الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتابع معاهم بصفه الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات. النهارده مثلا 16 بلاغ في تركيب صور فتيات، 16 بلاغ، 16 و24 او 25 لحد الساعه 5، لحد الساعه 5 النهارده، وانا عرفت ان انا طالع مع حضرتك النهارده، لحد الساعه 5 حوالي 24 او 25 بلاغ سب وقصف على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا 16 بلاغ بقى. طب الهيئه بتتحرك فورا بقى؟ لا للامانه الشديده انا عاوز اقول حضرتك حاجه، هم انت عارف ان وزاره الداخليه في التجمع، من كثره البلاغات ومن كثره المواطنين اللي بيروحوا، راحوا عاملين لهم مشكورا سيد وزير الداخليه، عمل مبنى خاص ليهم للاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات او الاداره العامه للمعلومات والتوثيق في كليه الشرطه القديمه في العباسيه، عشان الناس تبقى عارفه. الناس ما تعرفش يقول لك طب انا ابلغ فين؟ ولازم اروح. من ضمن البلاغات بتاعت النهارده على فكره، ويمكن ده بيتكرر بصفه يوميه، فتاه كانت مخطوبه لولد، وهذه الفتاه من محافظه المنوفيه، كانت مخطوبه لولد وتكررت هذه المأساوي، يمكن راويتها مع حضرتك مره في بورسعيد النهارده. صحيح. النهارده في محافظه المنوفيه
الولد كان خاطب البنت، فعرفوا ان هو الواد بيشرب بيتناول مواد مخدره. فك الخطوب، باباها صاحب مطعم راح فكك الخطوبه. الصور اللي عنده وهو خطيبته، هو ركب صور، ركب ودخل باكونت مستعار وشوه صوره البنت، وبعت صورها بقى لمين بقى بالاكونت المستعار ده؟ لخلانها وخالاتها وعمتها وباباها ومامتها. راحوا الناس يقدموا المذكره، يمكن وكانت الست منهاره، يمكن خلال ساعات كشفوا ان ده اللي كان لما جابوا الولد، لما عرضوا الاسم، وطلع الولد من مركز القناطر الخيريه. سالت حتى قالوا الولد واتمسك الولد. لا لا، هيتم ضبطه بقى، صدر له طبعا بيتم تقنين الاجراءات، لازم يصدر قرار ضبط واحضار من النيابه العامه، وبعد كده بيتم ضبطه. ده بقى الجماعه بتوع القناطر الخيريه يجيبوه بسرعه بقى النهارده، لازم النهارده طبعا. ده هيتنفذ عليه القانون ده، لانه صدر خلاص. خلاص بقى، خد بال حضرتك، احنا 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 دلوقتي وانا ادعو وسائل الاعلام لابد ان هي نعرض كل هذه المواد طبعا، لازم الناس تعرفها عشان الناس تعرف ان هي كلها لا مساس بالحريات. وعلى فكره انا عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، واحنا يعني انت زميل واخ فاضل، الزملاء الصحفيين والاعلاميين، وانا اعلامي في المقام الاول، فبالعكس ده بيضمن حريه الصحافه هذا القانون، وانا بعلم من هذا المنبر وبرنامج حضرتك، بيحمي الصحفيين المحترمين والصحافة الرسمية من الصحافة اللي تحت بير السلم، من أدعياء الصحافة. طبعا من أدعياء الصحافة أصلا. بص يا فندم، هقول لك من بعض هذه المواقع، لأن في ولد تم القبض عليه في مدينة اسمها أو مركز اسمه سندوب في محافظة أهلية. ولد هناك عامل موقع اسمه كذا، مش عاوز أقول اسم الموقع، عامله بخمسة دومين. الولد ده كل يوم بخمسة دولار كل يوم يعمل ابتزازات من المنصورة، من المنصورة، ويشير وبتاع، لدرجة ان الواد عمل حاجة هيجت الدنيا في المنطقة، وبدأ يتدخل ويبتز رئيس المدينة ويبتز رئيس الوحدة المحلية. ده موقع اخباري اكنه مثلا صحفي او حاجة يعني. اسمه ايه ده عشان افضحه؟ اتضح الواد وجب فضيحته، وجب. ما انا هقول لحضرتك، الولد لما جم تم القبض عليه طلع معايا سعادتك، يعني مع احترامنا وتقديرنا، يعني ما طلع معايا، طلع من تانية دبلوم. يعني مش معاه حتى مؤهل متوسط، طلع من تانية دبلوم، وهو اللي عامل ده. وبيبتز بقى الموقع بقى. اسمه ايه؟ صندوق اليوم. صندوق اليوم مسميه باسم، خد بال حضرتك، بيسموه باسم ايه؟ باسم المدينه، عشان باسم المدينه يعني. باسم يعني مثلا، انا اسف، تلاقي عندنا مثلا، انا والله العظيم محافظ الاليوبي كلمنا النهارده الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بيقول انقذونا من واحد. فالمهم داخل له، انا صحفي فلان الفلاني، فالمهم صحفي مين الواد داخل واخد بشله هنا، والله بيحكي لي مع المحافظ، قد يكون سامعني دلوقتي. فمديره المكتب كان مدير الامن اعتقد في سياره هناك، فمدير مكتب مدير الامن كان رئيس مباحث لاحدى المراكز، قال له عارفه الواد ده، انت بتعمل ايه هنا؟ أيوه. انت مش كنت عندي في قضيه، انت بتعمل ايه هنا؟ ومدير المكتب قال له ده بيقول انه صحفي، قال لا صحفي مين؟ ده نصاب وابن كذا، تعالى هذا، انت مش عليك احكام. بدأوا دلوقتي، طب دور نقابة الصحفيين ايه بقى؟ فجور ما بعد دور نقابة الصحفيين عشان الناس بتزعل. لا لا لا، لما احنا بنتكلم بيزعلوا، بيقول لك انتوا حريه، ما هو لازم نعمل موضوع احترام الكارنيه بتاع النقابه مهم جدا. طبعا طبعا، ما فيش حد يشتغل لوحده منه الحال. اولا على نقابه الصحفيين، ومن الان يا استاذ نشأت، وانا بحييك ان انت يعني لازم نحافظ على مهنتنا في المقام الاول، لان دي قد تكون سبب من الاسباب الرئيسيه في بث الشائعات والاكاذيب والافتراءات وتصدير حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع. لابد ان نقابه الصحفيين من اليوم، واتمنى وانا هدعو النقيب يعني الاستاذ ضياء رشوان عندنا في اللجنه قريب، واتمنى انك تكون حاضر ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. لابد ان هو من اللحظه دي وبعد ما شاف اللي احنا بنقوله ده وشاهده، لابد ان هو يصدر قرار فورا بالتعامل مع اعضاء نقابه الصحفيين والصحفيين والمراسلين الرسميين لدى الصحف. في قرار كان طالع من النقابه ايام الاخ يحيى لا يعني في ما تفعلش ما بص ما بيتفعلش، والدليل ان هم بيخشوا المحافظين والوزراء. الوزارات بقى ما ينفعش، دي مصيبه. لازم الوزارات المعنيه تتعامل بشده مع هذا الموضوع، والنقابه تؤكد هذا. لابد بقى ان نقيب الصحفيين ومجلس النقابه الحالي هو اللي يخطر الوزراء ويخطر المحافظين ويخطر كل الجهاز التنفيذي بده باسماء مندوبيهم مثلا، باسماء مندوبينهم، وعدم التعامل، يحظر التعامل مع كذا، لان دي مصيبه. عايزين نوقف بقى الابتزاز بقى وقله الدين اللي بيخش بقى، في اللي بيخش يبتز وبيتلاعب بمشاعر المواطنين ويحصل منهم على مبالغ ماليه. وخد بال حضرتك بقى دلوقتي كل واحد بيعتقد ان عنده صفحه شخصيه وبيشير عليها اي اكاذيب او اي افتراءات او اي شيء او اي شائعات. ما انت عاوز توقف الشائعات،
بس الشائعات. وخد بال حضرتك المصيبه والطمع الكبرى ان هم بيلعبوا على الفئات اللي حضرتك عارفها. اه مفهوم. محدود الدخل والناس يعني اللي على قدها، دي مصيبه. انا دلوقتي اعلن يا جماعه ما تصدقوش كل ما ينشر او يبث على السوشيال ميديا. تمام. طيب في ماده 25 عاوزه اللي هي تخص بقى القيم الاسريه في المجتمع المصري. اه مهمه جدا دي. اللي هي اسمها الجرائم المتعلقه بالاعتداء على حرمه الحياه الخاصه. الله. دي مهمه جدا. يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور وقد تصل الى 6 سنوات 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه. خد بال حضرتك احنا عملنا ليه، انا يمكن انا اتشرفت ان انا شاركت في هذا القانون لان انا في المقام الاول محرر حوادث وقضايا، صحفي حوادث وقضايا، فشفت بلاوي وبحس بالناس قوي. آه. وشفت نشأت مدى معاناه الناس. فكنت بقى كنا بناكد انا والزملاء في اللجنه على زياده الغرامات حتى تكون رادع، لان لازم تحقق الرادع. لازم، الفلوس بتوجع. اه طبعا. كل من اعتدى على اي من المبادئ والقيم الاسريه في المجتمع المصري وانتهك حرمه الحياه الخاصه، او حد مثلا زي ايه مثلا، حد بعت لك رسائل الكترونيه، رسائل سب وقصف ورسائل بقى اس ام اس كمان. ورسائل مثلا على الواتس بتاعك او رسائل على الماسنجر شتيمه وسب وقصف، طبعا بيبقى باكونت ايه مستعار. تمام. او كل من حد مثلا بعت بياناتك لحد هيضرك، ده بيتم كشفه برضه. بقول لك ايه، ده انا كده بقى يجي مليون واحد يخش السجن عندنا بالنسبه لنا شخصيا. ده انا عايز ظابط ما بحس معاه بقى يديني بقى، انا عندي شتايم وعندي تهديد وعندي من اكونات حقيقيه ومستعاره. يا فندم ده قانون وهيتنفذ، مفيش فيه كلام. اهو دي الماده 25. الماده 34، اذا وقعت اي جريمه بغرض الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر، بقى احنا بنتكلم على ايه؟ طلعنا بقى فوق من الاسره للمجتمع. تمام. بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر، اللي هي يبقى حد شير حاجه كده تضر بالامن القومي المصري. تمام. او الاضرار اهو الماده اهي ماده 34، او الاضرار بالامن القومي للبلاد او بمركزها الاقتصادي او منح عرقلت. مصر هتفلس بعد كام يوم، الدولار مش عارف ايه، الشغل ده كله بقى مرصود في ماده 34. او منح او عرقلت ممارسه السلطات العامه لاعمالها، او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح، او الاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي، ده السجن المشدد. سجن مشدد ده اول مره. دي اول مره سجن مشدد، سجن مشدد لكل هذه الجرائم المتعلقه بالاضرار بالامن القومي. بتضر بمصر. اه بتضر بمصر. واعتقد عاوز اقول لحضرتك حاجه، هذا القانون من القوانين الوحيده اللي اجمع عليها مجلس النواب معارضه واغلبيه. مفيش حد اعترض خالص. اول قانون يجمع عليه كل اطياف سياسيه داخل البرلمان. بل وبالعكس في البعض، واثناء واحنا اللي هو الماده 34 او القانون كله. القانون كله. المواد بتاعه القانون كلها. بص يا نشأت بيه، نحن امام للاسف، وانا بطلق ما يحدث على السوشيال ميديا مافيا. وبعدين انا داخل على مرحله تحول رقمي، خلاص هيبقى عندي حكومه الكترونيه، رئيس ممكن جمهورية، حد يخترق، حد يعمل رئيس جمهوريه عاوز ينهض بقى في الفتره اللي جايه. يعني الراجل ما قالش بقى، خد بال حضرتك انت حضرتك سافرت وشفت، احنا مش صحيح يعني لا، احنا مع تطور التكنولوجيا هذا القانون بيحمي بيانات المواطنين. متاخر القانون ده، المفروض كان صدر من ساعه، بس احنا يعني ما نقدر كله يترك كله. انت عارف حضرتك ان احنا ناقشناه، هذا القانون تم مناقشته في اكثر من 32 جلسه. اكثر من 32 جلسه بحضور، لان ده قانون في غايه الاهميه والخطوره. عملنا جلسات استماع لجميع الشركات وجميع المتخصصين حتى بقى عندي قانون. عاوز اقول لك ماده 3، لان دي ماده مهمه. ماده 3 بقى اللي هي من حيث المكان، اللي هي احكام هذا القانون بقى. لان انت ممكن تقول لي ايه، طب افرض حد ارتكب جريمه الكترونيه من خارج مصر، هوصله ازاي؟ صح، هوصله ازاي؟ طيب احكام هذا القانون بتقول ايه؟ يسرى طبعا على كل من، لان بعض الناس طلعت اشاعه يقول لك ايه، تصوروا ان احكام هذا القانون بتاع الجريمه الالكترونيه مش هيسرى على الناس من خارج مصر؟ لا طبعا. يسرى الماده 3 بتقول ايه؟ يسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهوريه مصر العربيه جرائم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل بقى معاقبا عليه في الدوله التي وقع فيها تحت اي وصف قانوني. اذا كان المجن عليهم يعني احدهم مصريا. ايوه. شوف بقى الاخطاء من بره. ايوه مصر. ايوه. طيب إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها من خارج جمهورية مصر العربية. أيوه. وقع أثرها هنا. ركز معايا في النقطة اللي جاية دي بقى.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ومن بينها جمهورية مصر العربية. دي شاملة جامعة مانعة. دي المادة ثلاثة. دي مادة مهمة جدا المادة ثلاثة. طبعا. تعتبر أهم مادة في القانون. فهذا القانون قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من القوانين اللي أنا بعتبرها كرئيسة صلاة البرلمان قانون مهم لحماية بيانات المواطنين والتصدي للجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها. أنا عاوز أقول إن في الأول هو مش هيقضي على الجريمة الإلكترونية بشكل كبير، عشان بس ما حدش يقول إن إيه ونبالغ أو نزايد إن هذا القانون سيقضي تماما على الجريمة الإلكترونية في الأول، لا طبعا. إحنا محتاجين توعية يا جماعة خلال الفترة اللي جاية. التوعية بقى اللي عنده أكاونت مستعار وسمعنا دلوقتي، إيه المشكلة طالما أنت مش مهيأ لارتكاب جريمة إلكترونية؟ ما تخش من الأكاونت بتاعك طالما داخل تعبر عن رأيك يا فندم. يعني هذا القانون على فكرة راع حرية التعبير عن الرأي، مفيش أدنى مشكلة خالص طالما أنت ما بتقولش شائعة، ما بتقولش أكاذيب، لا تصدر افتراءات، خلاص. فالأكاونت المستعار. النقطة الثانية بقى وهو موضوع التشكيلات العصابية الإلكترونية اللي هم بقى الشباب، بعض الشباب للأسف اللي طالعين اليومين دول وللأسف بقى بيبتزوا الناس، بيعملوا هاكرز كذا، دول بقى عاوز اسطوات الشياطين دول، لموا بقى ايه حالكم كده خلاص. احنا اصبح عندنا قانون دلوقتي، واذا كنتوا فاكرين وداعا للبلطجة الالكترونية انكم هتتداروا في اكاونتاتكم المستعارة، خلاص. على فكرة انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، يمكن خلال الشهور اللي فاتت يمكن سيادة الرئيس اعلن في ثلاث شهور، قال لك وده رصد على فكره، كان رصد حقيقي 100% لما قال 26000 شائعه و 21000 شائعه في ثلاث شهور. بعدها كانت 52000 شائعه في ثلاث شهور. انا عاوز اقول لحضرتك مرتبطه ازاي دي؟ بص يا فندم، هذه انت في اليوم الواحد بيتم بس كام شائعه نشأت بيها في اليوم الواحد؟ خد بال حضرتك، اصل الشائعات منتشره على مستوى الجمهوريه. عشان كده انا نسقت على فكره وارسلت خطاب رسمي للسيد رئيس الوزراء ان يكون في تنسيق مع المركز الاعلامي ومركز معلومات مجلس الوزراء، ان ما يتمش الرد من خلال مركز المعلومات بس. انا شايف وارى، طبعا انا بشكرهم على مجهودهم في الرد على الشائعات، لكن انت لازم تربط بالبوابات الالكترونيه المحافظات. وانا بعلن ده، انا على فكره قدمت المذكره اليومين دول لرئيس الوزراء، فانا انا النهارده بقول لحضرتك تفاصيلها، ان مجلس الوزراء انت عندك طبعا محافظه القاهره، محافظه القلبيه، محافظه الجيزه، كل المحافظات عندهم بوابات الكترونيه خاصه بيها، صحيح، المحافظه نفسها اللي هي الله ينور عليك. البوابات دي خد بال حضرتك فيها مئات الالاف او عشرات الالاف حسب كل محافظه، بيخش عشان يشوف المحافظ عمل ايه النهارده، السكرتير العام عمل النهارده، المدينه دي فيها ايه كتير. لازم الرد على الشائعات من خلال بوابات، لازم مركز معلومات مجلس الوزراء يربط مع هذه المواقع الخاصه بكل مجلس مدينه وفي حي فيه برضه حاجه زي كده، لازم نربط ده. ما هو لازم عشان ترد افرش بقى على تحت المجتمع، لان للاسف انت بتلاقي الشائعه تنتشر والرد عليها ما يكونش فيه شير زي نشر وبس الشائعه. صحيح. طيب ده اجمالا اهم ما ورد في اللائحه التنفيذيه للقانون، واصبح نافذ منذ نشره خلاص، ويطبق على الولد بتاع اسمه ايه، سندوب بتاع سندوب. خلاص يطبق عليه، والولد بتاع القناطر اللي نشر صور خطيبته النهارده، اللي نشر صوره خطيبته السابقه، ده يطبق عليه القانون خلاص. كان قبل كده مثلا مفيش تشريع، انت بتلاقي مثلا ممكن مواطن يرتكب جريمه الكترونيه تلاقيه يخش النيابه مثلا، ما هو القاضي هيعمل ايه؟ ما عندوش تشريع. ممكن مثلا ياخد اربعه اذا كانت جريمته كبيره، وبعد كده يدخلي سبيله بكفاله، وتلاقي في النهايه مثلا الموضوع بيرسى على غرامه بسيطه. طب واحد دخل دلوقتي على الفيسبوك عندي على الصفحه بتاعت البرنامج وقال الفاظ خادشه بالحياء تتنافى مع قيم المجتمع وقام بعمل تهديدات معينه، اعمل ايه؟ ده حضرتك بنعمل مذكره كويس جدا عشان الناس تعرف الخطوات. ده حضرتك بتبعت المحامي بتاعك، او حضرتك بتروح للاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، يا جماعه تاني في العباسيه مكانها في كليه الشرطه القديمه، يمكن العميد اسامه واللواء علي اباظه مدير دعم البحث المعلومات والتوثيق هناك. انت بتخش في نظام كده استراحه كبيره وكراسي بيستقبلوا الحالات، بتخش حضرتك بتحرر البلاغ بتاعك وبتشتكي من الاكونت دوت، بيخش على الجهاز وهو معاك على الصفحه. وعلى فكره في حالات بيتم كشفها وانت قاعد، بيقول لك ده كذا، بيقول لك ده كذا، خلاص اطلع، هم هيرسلوا وبياخد رقم تليفونك. والله العظيم ده اللي بيتم دلوقتي. انا عايز اروح اشوف كده، يلا روح انا وانت فورا. شوف انا جاهز، انا ببقى على تواصل معاهم يوم ويوم طبعا، ده شغل. طيب انا دلوقتي عندي
واحد بيطلع على اليوتيوب ويصور بالتليفون لايف لايف مثلا ويبدا اقول لك للاسف لو اكون شخصيه عامه مثلا لحاجة بيعمل لي بلوى في المجتمع ويشتم ويجيب الفاظ بالام والاب ومحدش بيعمل تعملوا ايه؟ القانون ده هيعمل ايه معاه؟ طيب السب والقصف ماده عشان بس تبقى عارف الماده اللي هي الخاصه بالسب والقصف طبعا حسب الجرم بتاعه اللي ارتكبه لكن الحبس لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه خد بالك دي سلطه تقديريه للقاضي قد يصل الى 100,000 جنيه ممكن الاقصى ممكن يوصل الاقصى ممكن يوصل اقصى فطبعا مفيش جريمه الكترونيه الا وفيها عقاب وصدقنا احنا ده احنا عملناه عشان نحقق الرادع لان انت لازم تحمي المجتمع من الجريمه الالكترونيه اللي زادت بشكل كبير جدا يا احمد بيه فضل. انا جبت التليفون بتاعي دلوقتي ودخلت على الفيسبوك في حاجه اسمها لايف كده أيوة. بعملها ومسكت العيال قعدوا يصوروني وقعدت اشتم عليك انت احمد بدوي قعدت اقول ايه القانون اللي عامله احمد بدوي واحمد بدوي ده ما اقدرش وهعمل فيه واخلي ويجي لي لو هو كذا الكلام ده اللي انا بهينك فيه وبحط من شانك فيه وبتخيل ان انا دي مش وسيله اعلاميه يعني فمش انت داخل محاسب. يعني انت داخل بالاكونت بتاعك بتاعي ايوه ده فورا بقى بص حضرتك ده انت بتعمل فيه المذكره وخلاص واضح متشكرين ده بقى ما بيستناش ده بيصدر له قرار الضبط والاحضار في ليلتها في يوميها اكيد وبيتم يا فندم ده قانون مش كلامي حضرتك هو كلام احمد بدر ده قانون يا فندم مشارك فيه مجلس النواب المصري واتعملت لائحته التنفيذيه خلاص ده بيتم خلاص ده سب وقصف واهانه علنا وبل ده شهر بيك امام الشهر بيك علنا الفيسبوك ده يعني انت مثلا بتلاقي فندم مواطنين بيخشوا باكونتات مستعاره بيقولوا الفاظ بذيئه فندم حضرتك اخواتك واخواتي والبنات والفتيات وزوجة حضرتك وزوجتي قاعدين على السوشيال ميديا دي 24 ساعه لما يخشوا والفتيات والسيدات زي ما قلت لحضرتك واخواتك واخواتي وزوجتك وزوجتي يخشوا يشوفوا السب والقصف ده ايه يعني انتهت خلاص ملامح عصر البلطجه الالكترونيه خلاص يا فندم واحنا بالمناسبه احنا بدانا في اللجنه بعمل جلسات استماع بدانا انا بدعو يعني كل وسائل الاعلام بنشر وتوعيه المواطنين بهذا القانون واحنا بنبارك للشعب المصري على هذا القانون على فكره بنقول لهم ده احنا يعني بنقول لك مبروك انه يعني تم الانتهاء من هذا القانون المهم للغايه في تقديري واعتقد بقى يعني خلينا هينظم السوشيال ميديا وينظم العمليه وهنجد اصوات مقاومه طبعا بالتاكيد طبعا لا انا بقول لك احنا قلنا هذا القانون يحمي بيانات المواطنين وبجانب حمايه بيانات المواطنين هذا القانون ال 45 ماده فيهم لم اساس بالحريات بيراعينا في حريه التعبير عن الراي وده بيحمي ايضا الزملاء الصحفيين الافاضل من صحافه بير السلم اللي هم ادعياء الصحافه ودخلاء الصحافه مش صحفيين هم مش صحفيين مش ولا صحافه ولا صحافه اصلا انا متفق وليد صحافه عاوز بقى انفرد لك بحاجه النهارده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن احنا على تواصل مستمر السيد الوزير والاخ الفاضل عمرو طلعت يمكن أبلغنا النهاردة بأن خلاص الحكومة بتجهز لنا قانون المعاملات الإلكترونية هو حزب مستقبل الوطن مقدم لنا مشروع قانون احنا برضو بنناقشه هو المعاملات الإلكترونية المعاملات الإلكترونية ده المعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية دي خد بالك حضرتك دي نقطة في منتهى الخطورة لأن خد بالك أنا بعتبرها يعني بتأثر على المجتمع منها طبعا اللي هو الجزء اللي بيضر بالمجتمع أنت بتلاقي دلوقتي كم الإعلانات اللي بيتم نشرها في اعلانات كويسه واعلانات سليمه وفي حاجات مسيئه وفي حاجات مضلله احنا خوفنا من ايه ده خوفنا من ايه يمكن انا كنت بتكلم انا والوزير في الموضوع ده ان بدا دلوقتي صفحات ومواقع بتعمل اعلانات عن ادويه للضغط وادويه للسكر وادويه للتخسيس وفي سيده على فكره اعتقد في ابو المطامير محافظه البحيره كانت خدت دواء التخسيس برشام بالظبط ب 1200 جنيه وراحوا لها ووصلوا لها البرشام بعد 3 أيام كانت في العنايه المركزه. هل البرشام ده مصدره ايه؟ لما جم من على النت جابته جاب من على النت. تعالى احد نواب رؤساء التحرير يعني يعني وحبيبي وحبيبك على فكره بنته كان يوم ما كنا في لقاء الرئيس اخر مره انا وانت في انا وحضرتك فالمهم قابلني قال لي شوف حل. قلت له خير بنته اشترت حنه للشعر. وصبغ الشعر ما اعرفش. وخدت منه يجي 2000 جنيه وراحوا عن طريق برضه راح المستشفى شعرها اتحرق
لانه مجهول الهويه، مش عارفين مين ده. القانون بقى الجديد ده هيوقف ده المعاملات الالكترونيه بقى، هينظم بقى هينظم، مش اي حد يبيع وحد يعلن. ما خد بال حضرتك، انت 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 الوضع دلوقتي جد خطير، ان انت بتنشر عن ادويه ومستحضرات تجميل، ودلوقتي وصل الامر الى ادويه للتخسيس وادويه للسكر وادويه للضغط وغيره وغيره، مصدرها ايه؟ دي نقطه في منتهى الخطوره، مفيش حسيب ولا رقيب على هذه الشائعات. واحنا عندنا وقائع على ارض الواقع، اللي هو الموقع اللي نشر عن تجاره مثلا اجهزه تابلت وكمبيوتر وغيره، والولد بتاع طالب الهندسه عيني اللي راح يشتري، ومامته باعت الذهب بتاعها والاجهزه الكهربائيه وراح يشتري التابلت، طلع تشكيل عصابه الكتروني، استدرجوه لمنطقه مهجوره، خدوا منه ال 25000 جنيه، الولد 25000 جنيه ده تعب وشقى ابوه وامه. خدوا منه ال 25000 جنيه وقتلوه، طالب هندسه زي الفل من المتفوقين. فطبعا دي جريمه الكترونيه، ده القانون حدث. بيحمي المجتمع من هؤلاء البلاطجه وهؤلاء والعصابات دي. طيب انا الوقت خلص للاسف، احنا كنا عايزين نقعد اكتر من كده، لكن المجلس الاعلى للاعلام خد قرارين، قرار رقم 22 و21 2019، والقرار الاول اللي هو رقم 21 بيقول قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قرار 15 سنة 2019 بمنع بث برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور الفضائية، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته 23/3/2019 على ما انتهت إليه لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى بمبلغ بمنع بث برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة مؤقتة، مع إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالي قيمته 50000 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس الموافق 21/3/19 بالخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة وفقا للأخوات. ده يبقى المجلس قرر منع بث البرنامج تماما على القناة وفقا لنص المادة 6، 2 إلزام القناة بأداء مبلغ مالي، 3 منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرنامج البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك. ده أول قرار خده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعتقد أنه أنا لنا أن نضبط الإيقاع. طب أنا ليا طلب من الهيئة، ويمكن قلت الأستاذ مكرم طب هقول لك القرار الثاني ونقول رأيك إيه. القرار الثاني رقم 22 وعلى توصيتي لجنتي الرصد والشكاوى بشأن برنامج اسمه قطعوا الرجالة المعروض على قناتي النهار والقاهرة والناس الفضائيتين، منع بث برنامج قطعوا الرجالة المعروض على قناتي النهار والقاهرة والناس الفضائيتين لحين مراجعة الاسم والمحتوى، ثانيا على الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. يعني أنا عندي برنامج اسمه الزمالك اليوم وقطعوا الرجالة، أنا بصراحة يعني هذه النوعيه من البرامج المؤجره سواء الزمالك اليوم وسواء قطعوا الرجاله دي برامج انا اسف يعني مش بير سلم، ده يعني مش 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 تاجير، ده ناس بتبيع هوا. ايوه ناس بتبيع هوا، مش هوا هواء يعني، دول مش عايز اتكلم عشان عيب ما يصحش، لكن الزمالك اليوم وما قيل فيه وما بث في هذا البرنامج من احد الشخصيات للاسف الشديد لا يليق بالمجتمع اللي احنا بنأمله، لا يليق بالمجتمع اللي احنا بنأمله. بقول تاني المجلس الأعلى للإعلام، نحن مع المجلس الأعلى للإعلام مؤيدين وداعمين، لأنه بيحاول إيقاف هذه البلطجة، وبيحاول إيقاف هذا الزيف، بيحاول إيقاف هذه التصرفات والسلوكيات التي تنافي قيم المجتمع. مفيش تاني، بقول مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق راسه ريشة، لا يمكن ان في حد يظن انه فوق القانون، ولا يمكن ان يظن انه هيحتمي بحصانة هنا او هناك. بقول ما فيش حد فوق القانون، من اول رئيس الدولة بيحترم القانون لاصغر مواطن بيحترم القانون. اللي بيبات ان واحد يطلع يشتم في خلق الله، يشتم في القيادات، يتهم، يقول دي نوع من البلطجة اللي هتواجه. وبقول تاني انتهى زمن الصوت العالي اللي بيخوف الناس، لان الدولة دي ما بتخافش. صحيح. الدولة الموجودة دي ما بتخافش. بالنسبة لي البرنامج التاني على قناة النهار، والله قطعوا الرجالة حتى من اسمه عيب ما يصحش.
عيب اسمه صعب قوي ده اسمه ما يصح. مين موافق عليه؟ انا لو جالي حد عندي يقول لي اعمل برنامج قطع الرجاله يعني اقول له قطع الاعلام كله؟ مش للدرجه دي. احنا بنقول تاني عايزين تنتهي الفوضى، والفوضى هتنتهي بقطع لسان هؤلاء الذين ظنوا انهم فوق القانون. اتفضل يا فندم. صحيح. طب انا عاوز اقول المشكله وبضم صوت لصوت حضرتك بان البرامج المباعه دي قنبله موقوته. يعني اللي بيشتري وقت، اللي بيشتري هوا، اعتقد ده استحاله يبقى مزبوط. تبقى مزبوط. برامج من انتاج ال ما انا عندي لو حتى ابيع هوا لا في تقنين، في نظام معين وفقا لسياسه القناه لكن انا شايف دلوقتي اللي بيبيع هوا في الـ في, الـ في القنوات بيبيع دون مراجعه المحتوى الاعلامي وغيره وغيره وغيره. فانا اتمنى ان يبقى في تنظيم من الهيئه الوطنيه. سياده النائب احمد بدوي صديق العزيز رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انا بشكرك جدا، شرفتني، استفدت، وان شاء الله نلتقي في لجان الاستماع عندك في البرلمان ونتابع ونشوف ان شاء الله باذن الله. بهنيكوا على هذا. ربنا يبارك فيك. مبروك للشعب المصري. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت الحلقه، دمتم في امان الله.